اعتقد اسباب كتير ما حدش عارف السبب الرئيسي، بس اعتقد واحد منها هي بطوله الاهرامات. يعني يمكن احنا من اواخر التسعينات كده، من ايام احمد براده وعمرو شبانه وكريم درويش، كلنا كان حلمنا بقى ان احنا بقى زي الناس دول. فقاعده الناس اللي بدات تلعب سكواش كبرت، وانا كنت واحد منهم. احصائيا المواهب اللي طلعت منها اكتر، فبالتالي ابتدينا نخش في اللعب اكتر. وكمان فكره ان انت كان عندك ابطال سابقين ادوك الامل والثقه في نفسك ان انت تقدر تحقق زي ما هم حققوا. والحقيقه هم عمرهم ما كانوا بيبخلوا علينا ان هم يخشوا معانا الملعب او يدونا نصيحه. فاعتقد تواصل الاجيال ده ساعد بشكل كبير. احنا جامدين في اللعبه لاسباب اللي انا قلتها لك دي، ان احنا واحنا صغيرين شفنا ابطال، فطول ما احنا بنشوف ابطال طول ما احنا في تواصل اجيال. يمكن هي لعبه فرديه، فالمجهودات اللي مبذوله كانت فرديه الى حد كبير. زياده العدد اللي احنا وصلنا لها دلوقتي دي هي اللي بتخلي من ال 200 لعيب اللي بيلعبوا في سن واحد يبقى في واحد ممكن يوصل ويبقى بطل، او ممكن يبقى في 10 يوصلوا ويبقوا ابطال. فاحنا دلوقتي الحمد لله في مكان كويس جدا، مسيطرين على كل الاعمار السنيه، المراحل السنيه، رجال سيدات، ناشئين، ناشئات. ما عنديش اجابه يعني، انا بتهيألي برضو عشان احنا كمصريين شفنا واحد زي احمد براده وصل لاحسن 2-3 لعيبه في العالم، فغالبا عندنا ان احنا مصدقين ان احنا ممكن نوصل. اتمنى ان تواصل الاجيال ده زي ما الجيل اللي قبلنا عمل معانا احنا نقدر نعمل كده للجيل اللي بعدنا وهكذا. ولكن لو بصيت للتاريخ في اي حاجه في العالم، حتى الدول العظمى مش بس في السكواش، فعامه هتلاقي كل شويه حد بياخد فتره. احنا كل اللي نقدر نعمله ان احنا نحاول نطول الفتره دي على قد ما نقدر. انا شايفه ان احنا لو نزلنا عن المستوى اللي احنا فيه ده فهي حاجه طبيعيه، هي دي سنه الحياه، بتطلع يعني بتوصل للقمه ولازم تنزل شويه. يعني الذكاء هيبقى ان احنا لما نبتدي نلاحظ ان احنا بننزل شويه ان احنا نلاقي الحلول اللي تخلينا نطلع تاني. التاريخ بيقول ان كل فتره بيجي حد بيسيطر شويه، والشاطر اللي يقدر يطول مده سيطرته اكتر حاجه ممكنه، لان مفيش حاجه بتدوم. فاحنا الحمد لله بطريقه ما عرفنا ان احنا ننتزع الصداره من الدول اللي كانت مسيطره، اللي هي كانت باكستان، وبعد كده جت انجلترا واستراليا فتره. عرفنا ان احنا نطلع اكتر من لعيب مميز ورا بعض في أجيال قريبة من بعض، لحد ما بقى في سيطرة مصرية على العشرة أوائل على العالم في الرجال والسيدات. بس ده مش معناه أبدا إن احنا هنفضل كده مدى الحياة. يعني هو احنا الحمد لله المنظومة نجحت، يعني السيستم احنا كنا حاطينه نجح، بس لازم ما ننامش، علشان لو تخزلنا شوية هتلاقي بلاد تانية طلعت وأخذت مكاننا. بتهيألي ممكن تبقى فترة وهتعدي، يا رب لأ، بس ما اعتقدش ان هي حاجه هتستمر مدى العمر. ان برضو الاجانب، الانجليز، الاستراليين، الماليزيين، الهنود بداوا يلعبوا احسن في السن الصغير، بداوا يتعلموا من المصريين، بداوا يطوروا من نفسهم. فبتهيالي في السنين الجايه هنلاقي منافسه اقوى من بقيه البلاد. يعني انا واحد من الناس اللي شايف ان احنا مش المفروض ان احنا نفضل نسعى ورا دخول لعبه الاولمبياد بالمنظر ده. هي حاجه مهمه للسكواش انها تخش الاولمبياد، بس انا بشوف انك لما تشتغل على لعبتك انك تكبرها اعلاميا وانها توصل لناس كتير، وتبتدي ناس في العالم كله مش بس في مصر تبتدي تتابعها ويبقى ليها جماهير كتيره، طبيعي انها هيبقى ليها تقل انها تقدر تخش بعد كده في الاولمبياد من نفسها، او ان اللجنه الاولمبياد الدوليه نفسها تبقى عايزه تضمها للبروجرام بتاعها. لا بالنسبه للاولمبياد انا كرنيم مش بحاول خالص. انا الموضوع مش فارق معايا الصراحه خالص. يعني انا احب اللعبه تكبر بشكل عام، كلعبه السكواش تكبر وتوصل لجمهور اكتر وتوصل لبلاد اكتر، بس ان احنا نخش الاولمبياد او لا الموضوع مش بيأثر فيه خالص الصراحه. يعني هي مش حاجه انت بتعملها للاولمبياد، انت المفروض تمشي في مسيرتك ان انت تحاول تكبر اللعبه باكبر شكل، لحد ما توصل في يوم من الايام هم اللي يبقوا عايزينك تخش الاولمبياد بدل ما انت كل سنه بتبقى بتترجاهم. يعني مش دي اللي هتفرق مع اللعبه قوي. طبعا هي ميزه ان احنا كمصريين حاليا بنحقق، فكنا عايزين نجيب ميداليات لمصر في الاولمبياد، دي كانت هتبقى ميزه كبيره. بس خلاص، يعني هو الواقع كده، مضطرين نتعامل معاه بس بطريقه اذكى شويه.